طيب خلينا نروح بقى لاخبار منتخبنا الوطني. اخبار منتخبنا الوطني زي ما قلت لحضراتكم اولى الاخبار، الريس راح تفقد استاد القاهره وشاف التطورات اللي حصلت فيه. اخر تاني الاخبار، الكاف بيعلن سفراء بطوله كاس الامم الافريقيه. كشف الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن قائمه سفراء النسخه المقبله رقم 32 من كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري. اسمعوا بقى الأسامي اللي تفرح، الأسامي اللي هم سفراء بلادهم في كأس الأمم الأفريقية القادمة. طبعا قلنا لحضراتكم امبارح عن اسم كابتن محمود الخطيب كسفير لمصر، من سفير لكأس الأمم الأفريقية من مصر، ايضا الجزائري رابح ماجر، والكاميروني سامويل ايتو، والايفواري يايا توريه، والسنغالي الحاج ديوف، والنيجيري كانو. مجموعه كبيره جدا من النجوم، وكل واحد فيهم الحقيقه قيمه كبيره جدا جدا. الكابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا جدا هنا في مصر، كابتن رابح ماجر واحد من اهم وافضل اللاعبين في الجزائر وفي القاره الافريقيه، الكاميروني سامويل ايتو حدث ولا حرج، يايا توريه ايضا. شوف بقى اسم يايا توريه ده عامل ازاي، وفوز ولعبه مع برشلونه ولعبه في مانشستر سيتي. الحاج ضيوف ايضا واحد من اهم اللاعبين في السنغال وفي القاره الافريقيه، والنيجيري كانو. كانو ده اللي ما شافوش يا جماعه، واحد لعيب طويل جدا، واحد من اللعيبه الطوال جدا، ولكنه من احرف اللاعبين اللي تشوفهم عينك. النيجيري يعني انا تشرفت ان انا لعبت ضد هذا اللاعب في المنتخب الاولمبي، واحد من اهم وافضل اللاعبين ايضا. هي دي الاسماء اللي تفرح، الاسماء اللي تخليك تبقى قاعد كده، محمود الخطيب، رابح ماجر، سامويل ايتو، كانو، يايا توريه، مجموعه اللاعبين الافارقه اللي هيفضلوا دايما في قلوب كل الافارقه. بالمناسبه الناس كلها لما تقول لهم الحاج ضيوف عارفين الحاج ضيوف، الناس كلها لما تقول لهم كانوا عارفين هنا في مصر حتى، يعني طبعا اكيد الكل يعلم من هو محمود الخطيب، ولكن لما تيجي تسال الناس عن بقيه الاسماء دي، كل الاسماء دي معروفه، وكل الاسماء دي ستظل دائما في قلوب كل الافارقه. طيب عشان بس الموضوع ده كان عامل قصه للناس الحقيقه، ولكن هي انا كنت شايفها طبيعيه، انا من وجهه نظري الموضوع ده كان بالنسبه لي طبيعي جدا، ان محمد صلاح لعيبه المنتخب 23 لاعب. محمد صلاح جه بعد تجمع المنتخب بسبب اتفاقه مع الجهاز الفني ان هو ياخد اجازه اطول شويه، وبالتالي جه اخر واحد، فقعد في اوضه لوحده. قعد في اوضه لوحده، يعني هو جاي اخر واحد وبالتالي قعد في اوضه لوحده، ال 22 خلاص اتقسموا وقعدوا مع بعض. لكن النهارده الحقيقه محمد صلاح بيودع اقامته المنفرده بالمنتخب ويرافق احمد الشناوي في غرفه مشتركه. طيب طبعا من كتر الزن الظاهر ولا ايه ما تفهمش، لان الفتره اللي فاتت الناس جت على محمد وقالت لك ايه؟ يعني اشمعنى محمد صلاح يقعد في اوضه لوحده؟ هو الظروف جت كده. هو يمكن هو اللي طلب محمد دلوقتي ان هو يقعد مع احمد الشناوي، ولكن الخبر جاي ينوي الجهاز الاداري للمنتخب المصري اجراء بعد بعض التغييرات في اقامه اللاعبين داخل الغرف في منتخبنا الوطني. التقى كشف المصدر انه من المنتظر ان يقيم محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي مع احمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز في غرفه مشتركه في فندق الاقامه بالقاهره ان شاء الله بعد المباراه النهارده، يجوا بكره الصبح ان شاء الله الى القاهره لبدايه المعسكر بقى المغلق لبدايه البطوله الافريقيه. وبرضه لما تسمع نابي كيتا احد اهم اللاعبين دلوقتي في ليفربول وفي منتخب السنغال في منتخب غينيا، نابي كيتا، لما تسمع ان نابي كيتا بيقول ان محمد صلاح ده مثله الاعلى، حاجه مشرفه جدا، حاجه تبقى دايما فخور ان انت بتسمع ان واحد من اهم اللاعبين الافارقه اللي موجودين في الدوري الانجليزي بيتكلم عن محمد صلاح بهذا الشكل، وبيتكلم عن محمد صلاح بهذا الاسلوب الرائع. الحقيقه نابي كيتا بيقول ان علاقته مميزه جدا بمحمد صلاح، وانه احد اقرب اللاعبين لقلبه في ليفربول، واعتبره بمثابه القدوه لي. قال نابي كيتا ايضا، منذ وصولي الى ليفربول وصلاح يعاملني كاخ اكبر، ودائما ما يوجه لي الكثير من النصائح. قال عن مستقبله مع ليفربول انه مستمر مع ليفربول خلال الفتره القادمه.
بكده يبقى معسكر اسكندريه بنهايه هذه المباراه، معسكر الاسكندريه انتهى، وسيبدا غدا ان شاء الله معسكر القاهره استعدادا لمباراه الافتتاح التي ستقام ان شاء الله يوم 21/6 يوم الجمعه القادم، افتتاح النسخه رقم 32 من بطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019. وزي ما قلت لحضراتكم بعد نهايه هذه المباراه هتبقى المباراه اللي انتهت بالفعل، ان شاء الله ان شاء الله كل لاعبتنا يوصلوا بكره.